ندي في الموضوع ده، يعني خلينا نقول ان احنا مثلا ايام زمان او احنا وصغيرين واجيالنا واللي نعم قبلنا كنا بنتربى من صغرنا حتى من غير ما نعرف ان ده حياء ولا ان ده دين، كانت اعراف حتى ان مثلا الصغير بيقف للكبير، ان لو في نعم مكان حد في المواصلات، الحاجات البديهيه اللي كنا بناخدها حتى في المدرسه وبنعملها وتربينا عليها، ما تحطش رجل على رجل قدام حد. دلوقتي بقى في غياب للمعاني دي، وبقى في التعاملات الاطفال والشباب بقت في لا يعني لغه اختلفت تمام، ده سببه ايه؟ هو سبحان الله، يعني كأنك تتحدثين من قلب الواقع الذي نعيش فيه، سبحان الله. من أن هناك أناس تجرؤوا على الكبير فانتهكوا حرمة الكبير ولم يحترموا هذا الكبير بأي نوع من أنواع الاحترام، مع أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: ليس منا من لم يوقر كبيرنا ويرحم صغيرنا ويعرف قدر هذا العالم. غياب السلوكيات والذوقيات، إن استطعت أن تقولي يعني مصطلح يعني يعرفه الكل، أو الأخلاق الكريمة والمحاسن الجميلة، غياب هذا متوقف أو سببه غياب أخلاق سيدنا رسول الله التي على رأسها الحياء، المحرك الأساسي. المحرك الأساسي الذي به تترسخ الأخلاق وتظهر للناس عيانا بيانا، كأن الرسول صلى الله عليه وسلم يسير بيننا، كأن الرسول يسير بيننا إذا تخلقنا بهذا الخلق. لكن لما غاب الخلق أصبحنا يعني نسمع بآذاننا الأصوات المرتفعة من اللغة الابن اختلفت من خالص. الابن من أيوه. الابن على أبيه، يرد عليه الكلمة بالكلمة، العندية بين الزوج وزوجته، ويعني قلة الأدب، أنا لا أريد أن أقول هذا، قلة أدب فعلا صح. مشهورة وظاهرة واضحة بين أبناء المسلمين وبين بنات المسلمين، بسبب غياب الأخلاق التي على رأسها الحياء الذي تخلق به سيدنا رسول الله عليه الصلاة صلى والسلام. الله عليه خلينا وسلم. نقول لو هنحلل المشهد ده، نقول ان ممكن ايام زمان حتى لو ما كانش فيه ان ده نعمله من منطلق ديني، لكن كان ما فيش الانفتاح القوي ده، فكان الانسان سايب نفسه لفطرته، فكانت في حاجات كتيرة جدا بتطبق بالفطرة، لان فعلا لما جم العلماء قالوا الحياء هو موجود في الانسان بالفطرة، نعم احنا بنطمس الفطرة دي، ففي عوامل كتيرة بقت مستجدة مش ملاحقين عليها علشان نفضل محافظين على فطرة الحياة، فبقى البديل لازم علم، نتعلم حياة وبدايته معرفة الله يا شيخ نادي، وده اللي احنا دايما بنقوله من بداية نعم برنامجنا، ان الموضوع مش عبادات ولا طقوس ولا اي حاجة قد ما هي معرفة لله كبداية. هو لماذا طمست هذه الفطرة؟ هي لأسباب عديدة، ومن أولى هذه الأسباب زي ما تفضلت هو غياب الوعي وغياب التعرف على الله وغياب التعرف على هذا المنهج القويم الرصين. لكن مع غياب المنهج وغياب الوعي في نقطة مهمة جدا، غياب القدوة. غياب القدوة. غياب القدوة، أين الأب الذي يعني يرشد الأبناء إلى هذا السلوك وهذا الخلق؟ ولما يشوف تصرف مش كويس، بنت خرجت بملابس يعني لا تليق بها، لا أقفي، اخرجي بكذا والبسي كذا، أنت يعني في مواعيد هتيجي بيها، عشان العادات والتقاليد دي اللي احنا اصلا متصورين ان هي عادات جاهليه زي ما بعض الناس لا، هذه عادات تربى عليها الاكابر، انه انت ليك مواعيد معينه بتاكل نظام، كما علمنا الله سبحانه وتعالى انه الكون كله قائم على النظام. فغياب القدوه، غياب المربي، غياب المرشد الذي يرشد ويسعى إلى تقويم السلوك، أين هو؟ سواء كان بقى في البيت أو في خارج البيت في الجامعات كمدرس، والحمد لله نحن عندنا نماذج مشرفة طبعا والخير في أمة هي سيدنا الفتن رسول الله، زادت قوي. لكن لما زادت الفتن وزاد الشر نحن بحاجة إلى وعي أكثر وإلى تركيز أكثر. مجهود لذلك أكبر. قال العلماء: إذا لم تستحي، إذا لم تخش عاقبة الليالي ولم تستحي فافعل ما تشاء، فلا والله ما في العيش خير ولا الدنيا إذا ذهب الحياء، يعيش المرء ما بقي، يعيش المرء ما استحيا بخير، ويبقى العود ما بقي اللحاء. طالما أنك تخاف من الله وتراقب الله سبحانه وتعالى أنت في مأمن، قلبك حي، وإذا ما تخليت عن خوفك ومراقبتك لله أنت إذن على خطر عظيم، فينبغي أن تعود
وترجع إلى الله سبحانه وتعالى، على الله أن يتغمدك بلطفه ورحمته. سبحان الله، احنا خلينا نقول علشان الدنيا دلوقتي مختلفة ولغة الخطاب لازم تختلف حتى في التربية، فاحنا لازم زي ما حضرتك قلت القدوة، والقدوة دي لازم تكون موصولة بمعرفة الله. نعم. يعني فكرة هنفضل هندي اوامر للاولاد ما تعملش كذا اعمل كذا، لكن عشان نغير قناعة لازم تكون بالضبط بمعرفة باصول. نعم. فده محتاج مجهود اكتر، ومحتاج ان احنا نشوف ربنا طالب مننا ايه. صحيح. بعيدا عن الانشغال المبالغ فيه بالدنيا وبالأحوال وكل ده، لأن فعلا ده بيخطفنا ونلاقي نفسنا رحنا في طريق تاني والمواضيع عمالة تسوق وإحنا مش واخدين بالنا. لما نيجي نتكلم عن كمان قضية تانية وهي ميزة ونعمة. نعم. زي ما بنقول في خلق الحياء إن هو بيحصنك من الخجل السلبي. نعم. يعني وده ابتدينا فيها في أول الحلقة، قضية كلام الناس، شكلي، مستواي الاجتماعي. نعم. المظاهر اللي غالبة جدا، كتير قوي يقولك لا أنا مكسوف أطلع كده، أنا مكسوف أروح المكان الفلاني علشان كذا، فبيحصل خلل. الحياء بيوجهك إن كل مخاوفك وكل الخشية وكل اللي شغلك يكون ربنا مش الناس ونظرتهم ليك. هو لذلك قال العلماء رضا الناس غاية لا تدرك. يعني أنت مستحيل ترضي كل الأطراف. طب أنا أعمل إيه؟ أنا ببحث عن رضا الله، والناس يعني إن شاء الله طالما أن الله رضي عني الله سبحانه وتعالى سيرضيهم عني، وإن كان في بعض الانتقادات من الناس، بس أنت يعني ذاتك أنت ماشي بمنهج رصين، بتخاف ربنا وبتعمل اللي ربنا قالك عليه، فلا تلتفت إلى ما يقوله الناس، لا تلتفت إلى ذلك. لذلك عندما يكون المحرك هو الخوف من الله والمراقبة، ستنجو بنفسك وستكون في أعلى الأعالي. لكن إن كان المحرك الناس عايزين إيه، أنا هعمل اللي هم عايزينه، خلاص أنت يعني ستكون في حيص بيص، مش هتستفيد أي شيء، وإن رضي عنك الناس لم ولن تستفيد، وإن سخط عنك الناس لم ولن تستفيد، لأن وجهتك مش ربنا، وجهتك مش ربنا، وجهتي لما تكون ربنا خلاص أنا سأعيش في مأمن. لذلك أنا ذكرت آية هي يعني ينبغي أن نراعيها، يستخفون من الناس ولا يستخفون من الله وهو معهم إذ يبيتون ما لا يرضى من القول. هو أنت بتخاف من مين؟ بتستحي من مين؟ استحيوا من الله، النبي قال ذلك حق الحياء. فالصحابة قالوا يا رسول الله كلنا نستحي من الله، قال لهم ليس ذاك، وإنما الحياء أن تحفظ الرأس وما وعى، تحفظ على عقلك ما تدمروش بالمخدرات، والبطن وما حوى ما تاكلش حرام، وأن تذكر الموت والبلى، تكون ذاكر للموت وأنك أنت جسدك سيبلى، فإن فعلت ذلك فقد استحييت من الله حق الحياء. دي معاني رائعة جدا يا شيخ نادي. هي الفكرة أن سبحان الله إحنا قضية الناس هي محتاجة توازن. يعني احنا مش يعني لازم بالفطرة ان احنا بنراعي، انت بتبقى لازم بتلبس كويس، مظهرك كويس، اكيد في الاساس بيكون علشان نفسك وعلشان خاطر ربنا امرنا بالنظافة وبالجمال. نعم. وكل ده، لكن في نفس الوقت مثلا بتحترم الاعراف، يعني مثلا مش هتلاقي عريس يروح يعني مش لابس البدلة. نعم. يقولك المشكلة ما انا يعني بستحي بربنا بس ومش مهم الناس. لا هو مش معناه كده. ايوة احنا عايزين نوضحها، لان ساعات بيحصل فعلا خلل، بتشوف اقصى الشمال بتلاقي بقى تطرف. هو الدين يدعو الى التقدم والازدهار وإلى النظافة وإلى النظافة وإلى الجمال وإلى الرقي. الدين لا يدعو إلى التخلف ولا إلى الرجعية. ويعني نحن نركز على شيء بعينه، إنه مش نظرة الناس هي اللي تحولك عن الصح. يعني الصح صح والخطأ خطأ. أيوة. والصح لا يتجزأ والخطأ لا يتجزأ، هذا منهج نتفق عليه، لكن مش معنى كده أن أنا تخلف وأقول لا ده يعني أنا كده عايز استحي، الناس مش شايف الناس، عايز استحي من ربنا ومليش دعوة بالناس. لا، أنت في بيئة معينة بتحترم العرف، والعرف هذا يعني له وزنه في الشريعة الإسلامية وله احترامه، لأنه شيء عظيم، احترام العادات والتقاليد طالما أنها قائمة على شرع الله سبحانه وتعالى.
ما المانع ان انا انتهج منهج اني انا التزم بالعادات والتقاليد في البيئه اللي هو المحيط اللي انا بعيش فيه؟ بالظبط مفيش مشكله خالص. فكره ان الحد يبقى مهتم، انا عايز اجيب عربيه ماركه معينه، عايز ما تبقاش اللي مسيطره بشكل اللي هو يغنيني عن الصح والغلط وعن منهج ربنا، وان انا اعمل حساب مبالغ فيه عشان شكل ايه، ولو ما اتوجدتش دي احس بقصور واحس بعدم ثقه بالنفس. نعم. هنا بيحصل الخلل. نعم، هو الإنسان كما قلنا الميزان هو شرع الله، شرع الله أن تصل قبل إقدامك على فعل الفعل وقبل قولك الكلمة، هل الشرع أقر ما سأقوله أم لا؟ إذا أقر سأقول وسأفعل وكل شيء. احتياجي موصول بإيه؟ هي دي يعني اللي دايما بنختم بيها وبنتكلم بيها في قضية أنا احتياجي هدفه ربنا ولا هدفه أهوائي والناس وكل التفاصيل التانية. فالحياة حرية بيحررك من كل المعاني دي. شيخ نادي دايما معاني حضرتك بتكون سلسة وجميلة والواحد بصراحة يعني بيستمتع بيها. ربنا يبارك في حضرتك ويجزيك عنا كل خير. شكرا لحضرتك، شكرا جدا لحضراتكم، وأشوفكم بكرة على خير بإذن الله.